لعبة World War Z يعتبر ملهاش منافس، واللي بيخلي فيه لعبة حلوة هو وجود التنافس بين مطورين ألعاب، وإن كل مطور يبقى هدفه يقدم حاجة الجيمرز عايزينها عشان في الآخر يقدر يبيع ويكسب ويكبر لعبته ويعمل منها أكتر من جزء ناجح. وموضوع إن استوديو يتأثر في لعبته بمجتمع اللاعبين شفناه قبل كده، وفي أمثلة كتير، أهمهم مثلا لعبة The Division من يوبي سوفت اللي في الجزء الثاني اتحولت بشكل كامل للي الجيمرز كانوا عايزينه وطلبوه، وكذلك لعبة Star Wars اللي كان عليها نقد كبير واللي خلى شركة EA تروح لريسبون انترتينمنت عشان يعملوا لعبة Star Wars اللي جايه بدل دايس ستوديوز وتبقى لعبه سنجل بلاير، وبرضه زي ما اللاعبين طلبوا. واللاعبين بيطلبوا لانهم عندهم وعي ببيئه التنافس بين الشركات وبيعملوا كده عشان يشوفوا العابهم اللي بيحبوها بتنجح، انما لما تبقى اللعبه منافسها الوحيد هو مشروع ملغي، المشروع الملغي ده انا قصدي بيه لعبه ليفت فور ديث 3. فعدم وجود المنافسه دي خلى استوديو سيبر انتراكتيف ياخد راحته قوي في التطوير ومهتمش بكل التفاصيل في لعبته. قصة اللعبة عادية جدا وهي مش مبنية على فيلم World War Z قوي، لكنها في نفس العالم عموما اللي اتدمر بسبب مرض انتشر حول الناس لزومبيز، لكن الزومبيز هنا ممكن تقتلهم عادي بطلقة في جسمهم مش لازم هيد شوت، لكن بالطبع الهيد شوت بتقتل بشكل اسرع. والقصة متقسمة على شكل حلقات، والحلقات دي متقسمة على مراحل، كل حلقة في منطقة معينة زي مثلا اول حلقة في نيويورك ودي فيها 3 مهمات بيكملوا بعض، والحلقة الثانية في القدس والثالثة في موسكو، واول 3 حلقات كلهم فيهم 3 مراحل ما عدا الحلقة الرابعة اللي في طوكيو اللي فيها مرحلتين بس بمجموع 11 مرحلة. والمراحل عموما كلها نفس الصعوبة، مش متدرجين الصعوبة خالص، لان مش ده التقدم في اللعبة. التقدم في اللعبة بيكون فيه ابجريدز الاسلحة والقدرات بتاعتك، ودي حاجة هنتكلم عنها بتفصيل بعد شوية، لكن الاول خلينا نتكلم عن الستور اللي اللعبة فيه وهو ايبك جيمز ستور. اللعبة تمنها $25 وده كويس لو كانت اللعبة مودابل، ودي نقطة ضعف كبيرة جدا جدا في اللعبة وفي الستور كمان ان هو مش بيدعم المودز. لعبة من النوع ده هتكون معتمدة بشكل كبير على مراحل اللاعبين وطوار اللعبة اللي المودرز هيخترعوها جوه اللعبة، ودي حاجة موجودة في فور ديد 2 ومخليها لحد النهارده بتتلعب بسبب وجود الاف المراحل اللي من صنع اللاعبين واطوار اللعبه اللي المودرز بيعملوها. وجود اللعبه في ايبك جيمز هيخلينا نستبعد تماما ان يكون عليها مودز، وهنفضل نلعب طول عمرنا في نفس ال11 ليفل دولت لكن بصعوبات مختلفه. ابجريدز الاسلحه والشخصيات كتيره لكنها بتخلص وتوصل في وقت ان كل حاجه عندك ماكس ليفل، وهتبقى لعبت ال11 ليفل دولت 100 مره وبعدين مش هتلاقي اي حاجه تلعبها جوه اللعبه. لكنهم عشان كده اضافوا مود مالتي بلاير بي في بي، لكنه غريب قوي الصراحه لان هو بشر ضد بشر مش بشر ضد زومبي، ودي حاجه لاعبين العاب الزومبي مش عايزينها خالص، لان منطقي جدا البي في بي يبقى بشر ضد زومبي. كل حلقه من اللعبه بتلعب فيها بشخصيه من 4 شخصيات وبتختار تخصص من 6 تخصصات، وكل تخصص ليه ميزه معينه، في مثلا تخصص بيعتمد على المتفجرات، تخصص ثاني الاسلحه والقنابل، تخصص ثالث للطلق ودعم الفريق، تخصص رابع للهيل وانقاذ الفريق، تخصص خامس للاسلحه اليدويه، وتخصص للنار والمرتوف. كل تخصص بيفيد نفسه وبيفيد فريقه بطريقه ما، ولما بتلعب اكتر بتقدر تزود قدرات التخصص بتاعك او تزود قوه الاسلحه بتاعتك. بالنسبه للاسلحه بقى انت مش بتختار الاسلحه اللي تبدا بيها، لكن كل كلاس بيكون ليه اسلحه معينة بيبدأ بيها وبتبقى أسلحة ضعيفة، والأسلحة الأقوى بتلاقيها خلال المراحل على عكس تخصص جان سلينجر اللي بيقدر يبدأ بسلاح قوي. التخصصات دي ملهاش علاقة بالشخصيات، فأي شخصية ممكن تلعب بيها بأي تخصص عادي جدا، وممكن تلعب كوب أونلاين مع ناس أو أوفلاين مع بوتس. بالنسبة بقى للأونلاين أو البي في بي، فالتقدم فيه ملوش أي علاقة بمود الكوب. في 10 تخصصات مختلفين خالص عن التخصصات بتاعت الكوب، بتعمل لهم أبجريد برضو من حيث الطلق اللي بيقدروا يشيلوه، الأدوات اللي يستخدموها، وتعديلات على الأسلحة بتاعتهم عشان تبقى أفضل، لأن كل تخصص ليه سلاح معين، سلاح أساسي وسلاح ثانوي وسلاح تقيل. والأسلحة دي بتحدد أسلوب لعب كرة تخصص، من اللي بيتحرك كتير للي حركته قليلة للي يقدر يدافع عن مكان وهكذا. وخرائط المالتي بلاير هي أجزاء من خرائط وطور اللعب الرئيسي. المالتي بلاير بقى بشر ضد بشر في أجواء مليانة زومبي بيهجم عليهم، وده التحدي الإضافي الوحيد في الموضوع. كان يبقى أفضل بكتير جدا لو فريق زومبي وفريق تاني بشر. فريق زومبي مثلا يقدر يلعب بزومبي من الأقوياء ويبقى عنده مثلا مهارة وهي شتاء زومبيز كتير، لكن في لعبة زومبي نلعب بشر ضد بشر ما كانتش حاجة مقبولة، وكنت أتمنى ألعب على الأقل كزومبي. الصعوبة في اللعبة بتعتمد على قوة الزومبي لما يضربوك والفريندلي فاير كمان، فكل ما تزيد الصعوبة بتضرب صحابك بضرر أكبر وكذلك الزومبي بيضربك أقوى. كان نفسي جدا يكون في مستوى صعوبة في عدد الزومبي، لأن هي دي الحاجة الحلوة جدا وممتعة قوي في اللعبة، هو قتل الزومبي بعدد كبيرة جدا. اللعبة حلوة جدا الصراحة، لكن ناقصها حاجات كتير، أهمهم مراحل أكتر أو حتى القابلية إن الناس تعمل مراحل خاصة بيها. التحكم ناقص فيه حاجة مهمة جدا وهي الرولينج أو الدودجينج. اللعبة ملغي منها النط زي كل الألعاب الجديدة، لكن تقدر تعمل كلايم للأماكن العالية، بس اللي كان ناقص إن يكون في رول ويبقى ليها كول داون، والرول كارت هتبقى عامل مهم جدا لأن في زومبي بيعمل تشارج عليك بسرعة، والرول كارت هتبقى ميكانيك حلو جدا لتفادي الزومبي ده. غير الزومبي ده في 3 زومبي كمان مميزين، واحد بيستخبى في الأركان ويطلع عليك فجأة زي الهانتر في ليفت فور ديد، وزومبي تاني اسمه سكريمر بينادي على الزومبيز ويجمعهم حواليه، وزومبي تالت بعد ما تموته بيطلع غاز سام في المكان حواليه.
مفيش مثلا بوس فايت او زومبيز اقوياء قوي زياده عن العاديين زي مثلا التانك او الويتش اللي كانوا في ليفت فور ديد. فاللعبه الصراحه ناقصه حاجات كتيره. فاللعبه بالظبط عامله زي التورته اللي عباره عن كيكه بس الاساس كويس لكن الزينه والتفاصيل الاضافيه اللي بتخليها حلوه مش موجوده خالص. هي اللعبه مش بتمن لعبه كامله وتمنها $25 بس، ومع ذلك ناقصه حاجات تعتبر من اساسياتها لان المحتوى المقدم مش كفايه خالص، على الرغم ان المحتوى الموجود حاليا هو فعلا ممتع ومنوع. وده هيرجعنا تاني للنقطه اللي في البدايه اللي بدانا بيها المراجعه، فعدم وجود منافس حالي ليهم خلى الاستوديو يسقط حاجات كتيره مهمه كان المفروض تبقى في اللعبه، ويخلي لعبه زي ليفت فور ديد 2 اللي نزلت سنه 2009 احسن منها من ناحيه المحتوى، لكن كجوده انتاج اكيد وورلد وور زي اعلى عشان التطور التقني اللي حصل في السنين دي. انما لو كان في جزء ثالث من ليفت فور ديد ما اعتقدش ان وورلد وور زي كانت هتبقى بالشكل ده، لان هيكون قدامها منافس قوي جدا لازم تكون احسن منه او على الاقل تكون في مستواه. فهي لعبه مش وحشه لكن حتى بالنسبه لسعرها ناقصه حاجات مهمه كتيره جدا. فاحنا كده نكون وصلنا لنهايه المراجعه بتاعتنا. يا ريت لو عجبتك المراجعه تعمل لايك، لو انت جديد في القناه يا ريت تعمل سبسكرايب، ولحد الفيديو اللي جاي سلام.